ضيفة اليوم مشاهدينا في الاستوديو مصممة الأزياء المغربية أماني غياتي. أهلا وسهلا بك أماني، منوراني في أنت ونبيلة. أهلا بي عندكم ومنورة بوجودكم. شكرا أماني، شكرا على الاستضافة. بداية نحن اليوم يعني عندنا وقت ربما قصير، ولكن حابين نتكلم ما أمكن على الزي المغرب العربي. عندنا هنا قفطان أو تكشيطة، ولكن قبل أن ندخل ربما في تفاصيل القفاطين اللي راح نشوفها إن شاء الله اليوم، ما هي أكثر الملابس أماني بحكم أنك مصممة أزياء اللي بتشتهر بها بلاد المغرب العربي كله؟ نبداو من ليبيا. ليبيا عندهم اللبس التقليدي اللي اسمه الكبير. تونس عندهم الفوطه والبلوزه. صحيح. الجزائر عندهم البلوزه، وعندهم حاجه ثانيه سميتها الكراكو. الكراكو وكنشوفوا في موريتانيا في الجنوب الملاحف، هذه الملاحف حتى احنا عندنا في الجنوب ديال المغرب. واللي غني على التعريف اللبس المغربي يعني التكشيطه، اللي هذا واحد منهم. هذا قفطان ولا تكشيطه؟ لا هذه تكشيطه. فقط لنفسر للمشاهدين الفرق ما بين القفطان والتكشيطه. التكشيطه كتكون قطعتين، كتكون قطعه من تحت والقطعه فوق منها كما كنشوفوا هكا. اللي كتبان هي كتفتح العارضه اللي معنا كتبان قطعتين. القفطان كتكون قطعه واحده. القفطان اما يكون بالحزام، انا اللي لابسه قفطان، هذا اسمه قفطان. يقدر يكون بالحزام ويقدر يكون بدون حزام، ولكن في الاصل هو دائما الحزام كان موجود. هذا هو الاصل. دابا بحكم يعني السرعه، العصر السرعه اللي احنا فيه، واحد كيكون يحب يكون خفيف بارفوا، لان الحزام كيخلي الواحد يكون شويه يكون مرتبط بالحزام. لازم تشيلي شويه، وكيكون طويل التكشيطه ولا القفطان. داكشي علاش شي ناس كيحبوا يكونوا بلا حزام. ربما الخصائص اللي اعتمدت عليها اماني قطع مثل هذه، مثل التكشيطه او القفطان اللي بنشوفه الان، هذه هو القماش ساتان. عملت لون واحد. هذا اصل، هذا كله تطريز باليد ولا عمل شغل باليد؟ مشغول باليد. هذا مشغول باليد كله. لان الاصل ديال القفطان المغربي هو الصناعه ديال الصانع التقليدي المغربي. صح. اللي كيكون كياخذ وقت. يعني القطعه عندنا كتاخذ شويه ديال الوقت. تقريبا شحال كم من الوقت ممكن ياخذ ان نعملوا؟ يعني زمان كانوا كياخذوا شهر شهرين. العروسه الا بغات تجوز خاصها من هالوقت تحضر للسنة الجاية. اللي كانوا بيقولوا زواج ليلة تدبير عام. طيب ممكن نشوفوا ربما مثال آخر على القفاطين. في هذا الحين هل أماني لازالت لحد الآن الملابس التقليدية معروفة بنفس الطريقة؟ هل هي مستعملة بطريقة دخلت في أيامنا ربما العادية، في حفلاتنا العادية، مناسباتنا البسيطة؟ اكيد. كما كنشوفوا انت عارفه تبارك الله القفطان المغربي والتكشيطه فين وصلت عندنا في العالميه. صحيح. يعني من غير يعني المغاربه كل شيء كيحب يلبسه، وباقي محافظ على الاصاله ديالو، لان ديما كيكون عندنا فيه الجديد. ديما كنحاولوا نشوفوا الجديد، وفي نفس الوقت كنحافظوا على التقليدي اللي كيكون القفطان، وكندخلوا شي شويه مع الجيل الجديد كيبغيو شويه يكونوا مختلفين، حاجات على جديده. على أيوة. هنا عندنا تكشيطه ربما تقليديه 100% بحكم انها فيها ربما شغل تحت شغل فوق. شغل تحت والفوق. هذه التكشيطه اللي كما قلتي اشتهار انت، هذه تقليدي من تحت قفطان مشغول بالصنعه المغربيه ومعمر باللولو بالحجار، والفوقاني الدفينه. هذه كنسميوها دابا التكشيطه، كيكون القفطان والدفينه. صح. الدفينه هي هذه. الدفينه هي اللي شفناها هنا في اللون الوردي محسوب. أيه. ولكن الحزام. هي مع الحزام ودائما يكونوا مع بعض. ديما كيكونوا مع بعض. يتلبسوا مع بعض. طيب شكرا. وربما سؤالي الان عن الملابس المفضله، بحكم انك انت دائما بتشتغلي مع النساء، بيقول لك احنا محتاجين الكذا مش محتاجين الكذا. ما هي القطع المفضله عند النساء العربيات؟ النساء العربيات يعني كيفضلوا يكون التكشيطه ولا القفطان اللي بالحزام. احنا معروفين كنلبسوا قفطان، كنلبسوا تكشيطه وجلابه. وفي نساء كيحبوا جلابه. احنا جلابه كنطلعوا بها، يعني كنمشيو بها الشغل. كتكون يوميه فيها حركه خفيفه. لكن اللي كياخذوها من عندي النساء العربيات كيحبوا يقعدوا بها في البيت، لان كتجيهم خفيفه مريحه. وهل يعني جلابه بنعرف انه عندها هذا القبط او اللي هو هذاك هو الاساس، حتى في البيت كيبغيو هذاك القبط. طيب وهذا المثال اللي عندنا مع الموديل اللي هو قطعه واحده، هذا قفطان. هذا قفطان على شكل فستان. حاولنا نطلع شي شويه من التقليدي، ولكن كما كتشوفي الصناعه مغربيه بالصانع المغربي الاصيل. والقصه شويه كتكون على ريحه
حالة فستان هنا لانه قطعتين يعني هذا ربما التنوره والفوق اوكي هو قطعه واحده قطعه واحده هي قطعه واحده كتبان لك التنوره وفحال فوق بلوزه ولكن هي قطعه واحده قطعه واحده يعني هذا جدا جدا مريح الواحد يلبسه بطريقه سهله جدا سهله سهله طيب. اماني انت عارفه انه في انت ونبيله عندنا اتصالات هاتفيه ومعنا الان اتصال هاتفي معنا من المغرب زهري اهلا وسهلا بك اهلا بك برايك هل ارتداء الزي التراثي برايك الشخصي يعتبر ربما اساليب من اساليب التمسك بالعادات القديمه اولا تحيه طيبه اهلا بك وجميله وتحيه لمحبي الجمال اهلا بك اهلا بك هل بتعتقد انه لباسنا او الزي التقليدي التراثي يعتبر واحد من اساليب انه الواحد يتمسك بعاداته القديمه نعم طيب مطلوب واضافه للجمال واصيل واصيل في الجمال احلى شيء انك شايفه اضافه وتعزيز للجمال يعني انت من عشاق ربما الازياء التقليديه التراثيه نعم نعم طيب في المناسبات والاعراس صح لا بد من وحاضر ضروري معنا في الاعراس وفي في الحفلات والمناسبات شكرا زهري من المغرب ومعنا اتصال هاتفي اخر دائما من المغرب حسناء اهلا بك حسناء اهلين حسناء برايك ارتداء الزي التراثي هل هو اناقه للمراه ام تقليد اخذناه ربما من جدودنا اول شيء السلام عليكم وانا سعيده اني بتصل معكم وبحكي معكم اليوم في البرنامج انا ونبيله بالنسبه للزي المغربي هو زي تقليدي عندنا وزي معروف عندنا بالمغرب اوكي فهي ثقافه بالنسبه لنا اول ما تكون يعني كلباس اوكي يعني الجلابه المغربيه او التكشيطه المغربيه يعني تنستخدموها في الايام العاديه بتاعنا يعني الجلابه المغربيه في ايامنا العاديه مثلا بدي اروح للسوق للمستشفى بدي اي زور ناس فأي بيت مغربي أو أي بنت مغربية بتلاقي عندها 5-6-10 جلابات بالبيت وهذا صحيح أنا بشاركك الرأي يا حسنة طيب حسنة أنت شخصيا قبل ما ربما ننتقل من جديد لضيفتنا مصممات الأزياء المغربية أنت من عشاق القفطان تكشيطة أم الجلابة؟ ايه طبعا انا من عشاق التكشيطه والاثنين يعني الجلابه والتكشيطه والقفطان طيب هما صاروا ثلاثه شكرا جزيلا على رايك وعلى مشاركتك حسنا شكرا جزيلا لك اماني احنا يعني لم نشبع من كل التصاميم اللي عملتيها لنا نشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا مشاهدينا اذا حلقه اليوم انتهت ولكننا معكم طوال الاسبوع نتابع مشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي سجلوا انفسكم على صفحتنا على فيسبوك وسنقوم بالاتصال بكم وتابعونا على تويتر وإنستغرام إلى الأسبوع المقبل وحلقة أخرى من أنت ونبيلة إلى اللقاء